حديث رواه الإمام البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني من يتمنى الله سبحانه وتعالى أن ييسر له سبل الرزق ويوسع عليه فليصل رحمه. في رواية أخرى لهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليبر والديه وليصل إيه؟ وليصل رحمه. وبطبيعة الحال حتى ولو لم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليبر والديه، واقتصرنا مثلا عن الرواية اللي في البخاري فليصل رحمه، إنه أصلا صلة الرحم هي باب من باب بر الوالدين، لأنك أنت حينما تصل أرحامك من ناحية الأعمام والعمات فهذا بر بأبيك، حينما تصل أرحامك من ناحية الأخوال والخالات فهذا بر بإيه؟ بأمك. والإنسان لن يصل رحمه ويعق والديه، يعني هي أصلا صلة الرحم ناتجة عن بر الإيه؟ ناتجة عن بر الوالدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا أن من أهم الأمور التي يوسع الله سبحانه وتعالى بها في رزق الإنسان ويبارك له وينسأ له في أثره، يعني يبارك الله سبحانه وتعالى له في أثره يعني في حياته وفي عمره، ويترك سيرة حسنة وسيرة طيبة بين الناس، ويبارك الله سبحانه وتعالى له في أولاده وفي عمله وفي ماله وفي كل شيء في حياته بسبب صلة الرحم. وطبعا قبل صلة الرحم كما قلنا بر الوالدين. يبقى لو على النقيض يعني في شيء عند الفقهاء يسمى بمفهوم المخالفة، بمعنى يعني لو قلنا في الناحية الأخرى طالما أن بر الوالدين وصلة الرحم بتوسع في رزق الإنسان وتبارك له في حياته، يبقى معنى ذلك أن أي معصية يعصي بها الإنسان الله سبحانه وتعالى بتضيق في رزق الإنسان أو بتحرمه من البركة في الرزق وفي نفس الوقت تحرمه من البركة في الإيه؟ في العمر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا المعنى: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.